بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 13. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام في الدرس الماضي عند قوله تعالى عن القرآن الكريم: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أخبر سبحانه وتعالى أنه يضل بهذا القرآن كثيرا. كيف يكون ذلك؟ القرآن جاء للهداية وهؤلاء يضلهم الله بالقرآن. الجواب عن ذلك أنهم لم يقبلوا على القرآن ولم ينصتوا له بقلوب خاشعة، قلوب خائفة وجلة من الله، حرمهم الله هدايته بسبب فعلهم أنهم اعترضوا على الله في ضربه الأمثال، واعترضوا على الله في أشياء كثيرة من هذا القرآن، وتارة ينسبونه إلى غير الله فيقولون إنه مخلوق، إنه من كلام البشر، إنه سحر، إنه فلما لم يستسلموا لهذا القرآن ويؤمنوا به ويقبلوا عليه زادهم الله سبحانه وتعالى ضلالا إلى ضلالهم بسبب ذلك. كما قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. السبب في هذا واضح، أن المؤمنين لما فرحوا بالقرآن وانشرحت له صدورهم زادهم الله به إيمانا، فكل ما نزلت آية زاد إيمانهم وفرحوا بها. وأما الذين في قلوبهم مرض، أي مرض الشك ومرض النفاق، فإن القرآن يزيدهم رجسا إلى رجسهم لأنهم لا يؤمنون به ولا يقبلون عليه ويعترضون على أحكامه وعلى ويريدون التساؤلات وينشغلون بالتساؤلات والاقتراحات على الله جل وعلا، فيزيد بذلك كفرهم بسبب نزول الآية وبسبب نزول القرآن، يزيد بذلك كفرهم لأنه يزيد شكهم وارتيابهم وإعراضهم عن القرآن وتشاغلهم بما لا يستفيدون منه بل يضرهم.
زادتهم رجسا إلى رجس، وماتوا وهم كافرون، كأن ما نزل القرآن ولا، ماتوا على كفرهم والعياذ بالله. وهنا يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، مثل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فنزول القرآن يهدي به الله كثيرا من أهل الإيمان الذين فرحوا بهذا القرآن واستسلموا لأوامره ونواهيه ولم يعترضوا عليه أو على شيء منه، ولم يشغلوا أنفسهم بالتساؤلات والتشكيكات والاعتراضات، لأنهم يعلمون أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. واثقون من هذا القرآن تمام الثقة، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى لا شك فيه ولا ريب، كما بدأ الله هذه السورة بقوله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال جل وعلا هنا وما يضل به إلا الفاسقين. لما ذكر أنه يضل به كثيرا، لما ذكر سبحانه أنه يضل به كثيرا بين السبب الذي بسببه يضلهم، فقال إلا الفاسقين. والفاسقين جمع فاسق، والفسق في اللغة هو الخروج من الشيء، هو الخروج من الشيء. وأما الفسق في الشرع فهو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال عن إبليس ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالفسق شرعا هو الخروج عن طاعة الله، وهو ينقسم إلى قسمين: فسق أكبر يخرج من الملة، وهو فسق الكافرين والمنافقين، فهذا النوع من الفسق كفر أكبر يخرج من الملة. والنوع الثاني فسق أصغر لا يخرج من الملة، كالذي يرتكب معصية كبيرة دون الشرك، وهو مؤمن بالله عز وجل، ولكن قد يقع في بعض الكبائر التي دون الشرك بدافع الهوى والشيطان، فهذا يسمى فاسقا. الفسق الأصغر الذي لا يخرج من الملة وهو معرض للوعيد، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر فسقه ثم يدخل الجنة بعد ذلك، هذا هو الفسق الأصغر. أما الفسق الأكبر فإنه قرين الكفر والنفاق والشرك، صاحبه من أهل النار المخلدين فيها. والمراد في هذه الآية وما يضل به إلا الفاسقين هو النوع الأول، فسق الخروج من الملة والعياذ بالله، فسق الخروج من الملة. ثم بين سبحانه وتعالى من هم هؤلاء الفاسقون، فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فمن اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث فإنه يكون من الفاسقين الفسق المخرج من الملة، الفسق الأكبر. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إذا عاهدوا
إذا عاهدوا فإنهم ينقضون العهد والميثاق الذي قطعوه على أنفسهم ولا يفون بالعهود والمواثيق. فإن الله جل وعلا يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ويقول جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فمن عاهد الله أو عاهد أحدا من الخلق فإنه يجب عليه الوفاء بالعهد سواء كان هذا العهد مع الله أو كان هذا العهد مع ولي أمر المسلمين أو كان هذا العهد بينك وبين أحد من المسلمين أو بينك وبين أحد من الكفار. فالعهد يجب الوفاء به ولو كان مع الكفار ولا يجوز الغدر والخيانة في العهد. وإنما يجب الوفاء به إذا استقام المعاهد عليه ولم ينقضه فإنه يجب على المعاهد أن يفي بعهده. وذلك من صفات المؤمنين والنقض في العهود من صفات المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه صفة المنافقين النكث في العهود والمواثيق ولا يحترمونها ولا يعتبرونها عقدا ملزما بينهم وبين المعاهد. أما عهد الله جل وعلا، العهد الذي بين العبد وبين الله، فهو أن يعبده ولا يشرك به شيئا. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يفي بما عاهد الله عليه. وأما العهد الذي بين الرعية وبين ولي أمرهم من المسلمين فهو السمع والطاعة وعدم الخروج على إمام المسلمين، فإن طاعته طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. قال الله جل وعلا وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. وجاءت الأحاديث الكثيرة في الصحاح وغيرها تحذر من معصية ولي الأمر إلا إذا أمر بمعصية فلا يطاع في هذه المعصية خاصة، لكن تبقى طاعته فيما عداها. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. فإذا أمر ولي أمر المسلمين بشيء فيه معصية لله فإنه لا يطاع في هذا، ولكن تبقى طاعته وولايته فيما عدا هذه المعصية، ولا ينتقض عهده بسبب أنه أمر بمعصية، لكن تتجنب المعصية ويبقى السمع والطاعة فيما عداها. والعهود الذي بين الإنسان وبين الناس من المؤمنين والكفار،
يجب الوفاء بها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا شامل لجميع العقود، أوفوا بالعقود، العقود التي هي على بر وعلى خير، أما العقود التي تتضمن محرمات أو تتضمن مخالفات فلا وفاء لها. وقال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيجب الوفاء بالعهود التي بين المسلم وبين المسلمين، أو بين المسلم وبين الكفار، يجب الوفاء بها. فالذي ينقض هذه العهود هذا متصف بهذه الصفة، صفة الفاسقين، بصفة الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذا يشمل كل ما أمر الله به أن يوصل، فيشمل الإيمان به سبحانه وتعالى بجميع أنواع الإيمان بالله سبحانه: الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته واستحقاقه للعبادة، الإيمان بأسمائه وصفاته، هذا مما أمر الله به أن يوصل. أما أن يؤمن بنوع من أنواع التوحيد ويكفر بالبقية، كالذي يؤمن بتوحيد الربوبية فقط ولا يؤمن بتوحيد الألوهية، هذا ممن يقطع ما أمر الله به أن يوصل. توحيد بجميع أنواعه شيء واحد، لا يجوز أخذ بعضه وترك بعضه، لأن بعض الناس يقتصرون على توحيد الربوبية ويزعمون أن من أقر بتوحيد الربوبية فهو مسلم، ولو كان كذلك لكان الكفار مسلمين لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية. فهذا ممن قطع الله ما أمر الله به أن يوصل، حيث آمن ببعض التوحيد ولم يؤمن بالبعض الآخر. وكذلك مما أمر الله به أن يوصل الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، فالذي يؤمن ببعض الرسل ويكفر بالبعض الآخر هذا ممن قطع ما أمر الله به أن يوصل. فاليهود والنصارى قطعوا ما أمر الله به أن يوصل، حيث إن اليهود كفروا بعيسى وبمحمد عليهما الصلاة والسلام، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذي يكفر بنبي واحد يكون كافرا بجميع الأنبياء حتى من زعم أنه يؤمن به. فاليهود لما كفروا بعيسى وبمحمد عليهما الصلاة والسلام صاروا كافرين بجميع الأنبياء، وحتى النبي الذي يزعمون أنهم يؤمنون به وهو موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك النصارى. ومما أمر الله به أن يوصل، مما أمر الله به أن يوصل العمل بالقرآن كله، العمل بالقرآن كله وبالسنة النبوية. فالذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض هذا ممن قطع ما أمر الله به أن يوصل. وكذلك الذي يؤمن بالقرآن كله ويكفر بالسنة ولا يعترف بها هذا ممن يقطع ما أمر الله به أن يوصل، لأن السنة تابعة للقرآن وهي مبينة ومفسرة له، وهي وحي من الله سبحانه وتعالى،
فالذي يقول أنا ما أؤمن إلا بالقرآن وأما السنة فلا يؤمن بها، فهذا ممن يقطع ما أمر الله به أن يوصل. وكذلك الذي يستدل ببعض القرآن ويترك البعض الآخر، يستدل أو يستدل ببعض السنة ويترك البعض الآخر، لا يستدل إلا بما يوافق هواه، وأما ما يخالف هواه فإنه يرفضه ويتركه، فهذا ممن قطع ما أمر الله به أن يوصل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فالذي لا يستدل من القرآن أو من السنة إلا بما يوافق هواه ورغبته، وما لا يوافق هواه ورغبته فإنه يرفضه ويلتمس المخارج عنه والمعاذير عنه، هذا من الفاسقين الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وكذلك الذي يؤمن بالمتشابه من القرآن ويترك المحكم، يأخذ المتشابه ويترك المحكم الذي يفسر المتشابه ويبينه، هذا من أهل الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، فلا بد من رد المتشابه إلى المحكم. المتشابه هو الذي لا يتضح معناه بنفسه، لا يتضح معناه بنفسه لأنه يحتمل عدة معاني ولا يدرى أيها المقصود، فهذا يرد إلى المحكم الذي يفسره ويبينه من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعض، والسنة تفسر القرآن وتفسر السنة، فما جاء عن الله ورسوله فإنه لا يتناقض أبدا، بل يوضح بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، وهناك قواعد، وهناك قواعد للاستدلال، رد المحكم إلى المتشابه، رد المطلق للمقيد، رد العام إلى الخاص، رد المنسوخ إلى الناسخ. فالذي لا يتقيد بهذه القواعد وإنما يأخذ المتشابه فقط المحتمل لعدة معاني ويترك المحكم الواضح، فهذا ممن قطع ما أمر الله به أن يوصل. القرآن يوصل بعضه ببعض ويوصل بالسنة النبوية التي توضحه، الذي يأخذ بطرف ويترك طرفا هذا من الفاسقين الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. خذوا مثلا لو أن واحدا أخذ بقوله تعالى في أول الآية، أخذ أول الآية وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، أول الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، وقال هذا نهي عن الصلاة وترك الصلاة ولم يكمل الآية، هذا من الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، لا بد تكمل الآية. أما أنه يأخذ صدر الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ويقول هذا كلام الله وأنا أستدل من القرآن، نقول له كذبت، أنت لم تستدل بكلام الله،
أنت قطعت قطعة من الآية ولم تكملها. والقرآن يوضح بعضه بعضا. كذلك الذي يقول يقرأ قوله تعالى فويل للمصلين ولا يجيب الآية الثانية الذين هم عن صلاتهم ساهون فيقول ويل للمصلين، الله يتوعد المصلين فلا يصلي. هل هذا يستدل بالقرآن؟ هذا يلعب بالقرآن ويقطع ما أمر الله به أن يوصل. الآية مرتبطة بالتي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون، هؤلاء هم الذين توعدهم الله بالويل. هذا مثال لبعض الاستدلالات الباطلة والشبه الباطلة. كذلك الذي لا يرجع المتشابه إلى المحكم ولا يرجع المقيد المطلق إلى المقيد من كلام الله، ولا يرجع العام إلى الخاص من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا يرجع الناسخ، لا يرجع المنسوخ إلى الناسخ، أو لا يرجع المجمل إلى المبين، هذا من الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وإن قال إنه يستدل بالقرآن فهو كذاب، لأن الاستدلال ببعض القرآن وترك البعض الآخر هذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض الكتاب، نسأل الله العافية. وممن يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. كذلك مما أمر الله به أن يوصل بر الوالدين، صلة الأرحام، صلة الرحم، هذا مما أمر الله به أن يوصل. فالذي يعق والديه هذا ممن قطع ما أمر الله به أن يوصل، لأن صلة الوالدين بالبر لواجب بعد حق الله سبحانه وتعالى. صلة الأرحام وهم الذين تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، هؤلاء هم الأرحام، لهم حق الصلة عليك، فإذا لم تصلهم فقد قطعت ما أمر الله به أن يوصل. ويفسدون في الأرض، هذه الصفة الثالثة من صفة الفاسقين، أنهم يفسدون في الأرض. يفسدون في الأرض كيف؟ يفسدون فيها بالمعاصي، يفسدون فيها بالمعاصي وإشاعة الشر فيها، لأن عمارة الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى وبعبادته. أما الكفر والشرك والفسق والمعاصي فإنها خراب للأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلا صلاح للأرض إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته سبحانه وتعالى. وخراب الأرض بالكفر والمعاصي والفسوق. فالذين يدعون إلى الضلال ويدعون إلى المذاهب الباطلة ويدعون إلى النحل الضالة، هؤلاء يفسدون في الأرض. والذين يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله وإلى طاعة الله ورسوله، هؤلاء يصلحون في الأرض. ففرق بين المفسدين في الأرض والمصلحين في الأرض. ويفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي والمخالفات. الذين يجلبون أنظمة الكفر وآداب الكفار إلى بلاد المسلمين، هؤلاء مفسدون في الأرض. الذين يدعون إلى الإباحية وإلى تمرد النساء على الآداب الشرعية وإلى إبراز المرأة ومشاركتها للرجل ومساواتها بالرجل، هؤلاء من الذين يفسدون في الأرض.
لأنهم يريدون شيوع الفاحشة بين الناس ويعقدون أسباب الفتنة بين الرجال والنساء. فكل من يدعو إلى دعاية باطلة في العقيدة أو في المعاملات وأكل الربا وأكل القمار والميسر ويدعون إلى عري النساء وتبرجهن وهتكهن للحجاب وخروجهن مختلطات بالرجال في الأعمال، كل هؤلاء ممن يفسدون في الأرض، فهم داخلون في الفاسقين الذين وصفهم الله في هذه الآية الكريمة. ثم ختم الآية بقوله تعالى: أولئك هم الخاسرون. من اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك أي المشار إليهم هم الخاسرون. حصر الخسران فيهم لشدة جريمتهم ونكارة أفعالهم، فحصر الخسران فيهم والعياذ بالله. والخسران ضد الربح، الخسران ضد الربح، وليس المراد الخسارة في التجارة المالية. لو كان المراد الخسارة في التجارة المالية لهان الأمر، فيكون يكون يوم القيامة مع الكافرين ويكون من أهل النار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أما الذي يخسر في تجارة أو في معاملة فلا شك أن هذا نوع من العقوبة، لكن التجارة تروح وتأتي، تذهب وتعود، وخسارتها هينة عند خسارة الدين. الخسارة خسارة الدين، إذا سلم دين الإنسان فهو رابح ولو لم يكن عنده من المال شيء، وإذا ضاع دينه فهو الخاسر ولو كانت عنده الدنيا بحذافيرها لا تفيده شيئا، بل تكون عذابا عليه. ثم قال جل وعلا: كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله؟ هذا تعجب، معناه الإنكار، تعجب من الله جل وعلا معناه الإنكار على الذين يكفرون بالله، يكفرون بربهم سبحانه الذي خلقهم ورزقهم وهيأ لهم أسباب الخير وعافاهم وأطعمهم وسقاهم وكساهم، مع هذا يكفرون به سبحانه وتعالى. كيف تكفرون بالله؟ هذا لا يليق، لا يليق من العبد الذي خلقه الله ورباه بنعمه وأمده برزقه وبين له الحق من الباطل وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب، كيف يكفر بالله بعد ذلك؟ هذا من أعجب العجائب. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ كنتم أمواتا يعني كنتم في العدم، فأحياكم في بطون أمهاتكم، كنتم في العدم كما قال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقال جل وعلا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
فالإنسان قبل أن يخلق ميت، هو من العدم، ثم إن الله أوجده وأحياه، هل يليق بهذا الإنسان أن يكفر بربه الذي أوجده من العدم وأحياه من الموت السابق لوجوده؟ الله الذي أوجدك، والله الذي أحياك، والله الذي خلقك تكفر به؟ هل هذا يليق بعاقل فضلا عن مؤمن؟ وكنتم أمواتا، وقيل المراد كنتم أمواتا أي كنتم نطفا في أرحام أمهاتكم، والنطفة ميتة، أول ما يكون الإنسان في رحم أمه نطفة، يعني نقطة من المني، من مني الرجل نطفة، ثم هذه النطفة تتحول إلى علقة، وهي نقطة دم، يتحول المني إلى دم، ثم تتحول هذه العلقة إلى مضغة، وهي اللحم، الدم يتحول إلى لحم وعصب وعروق. هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، نطفة ماء مهين يتحول إلى دم، ثم هذا الدم يتحول إلى لحم وإلى عظام وعروق ومفاصل، ثم بعد ذلك تنفخ فيه الروح فيحيا بإذن الله عز وجل. فكان في هذه الأدوار، دور النطفة ودور العلقة ودور المضغة، كان ميتا ليس فيه روح، ليس فيه روح. من الذي نفخ فيه الروح وأوجد فيه الروح فتحرك وحيا وصار يتغذى بالغذاء في بطن أمه؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم. كنتم أمواتا، إما في العدم فأوجدكم، وإما أمواتا يعني في النطف فأحياكم بنفخ الروح في الجنين بعد مرور أطواره، كما في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات يكتب، أو بكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، رزقه وأجله وشقي أو سعيد، 4 كلمات، هذا كله في بطن أمه. من الذي يقدر عليه في بطن أمه إلا الله سبحانه وتعالى؟ من الذي وصل إليه الحياة وهو مغطى بالأحشاء والرحم وفي ظلمات ثلاث؟ العالم كله منعزل عنه، من الذي يوصل إليه هذه التطورات وهذه العناية العظيمة إلا الله سبحانه وتعالى؟ من الذي أرسل إليه الملك؟ من الذي أقدر الملك على الدخول في الرحم وعمل هذا العمل إلا الله سبحانه وتعالى؟ هل يليق بهذا الرب سبحانه أن يكفر به؟ وكنتم أمواتا فأحياكم، أحياكم بعد الموتة الأولى، ثم تعيشون على هذه الأرض مدة الأعمار التي قدرها الله لكم، ثم يميتكم بعد نهاية آجالكم، يعود عليكم الموت
تموتون، تؤخذ الأرواح من الأجساد، تقبض الأرواح من الأجساد وتعود الأجساد إلى الأرض التي خلقت منها، منها خلقناكم وفيها نعيد، تعود إلى الأرض وتصير ترابا ورفاتا في الأرض، تتفتت وتتحلل، تعود إلى تراب، إلى عظام نخرة، إلى لحوم متفرقة وشعور، لحوم متمزقة وشعور متفرقة. ويبقى الإنسان في القبر ميتا إلى أن يشاء الله جل وعلا موعد البعث وقيام الساعة، فتقوم هذه الأجساد من قبورها، هذا التراب وهذا العظام النخرة وهذه اللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة تجتمع بإذن الله، ويتكون الجسم كما كان في الخلق الأول، لا يفقد منه شيء. ثم ينفخ إسرافيل عليه السلام بالصور فتطير الأرواح من هذا القرن، تطير الأرواح إلى تلك الأجسام، كل روح تطير إلى جسمها الذي خرجت منه بالموت، ثم يقومون لرب العالمين، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يساقون إلى المحشر يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. ثم يحييكم، هذه الحياة الثانية، وهذا كما في الآية الأخرى، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، ذكر موتتين وحياتين مثل هذه الآية، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هاتان موتتان وحياتان، فهذه قدرة الله جل وعلا. أيليق بهذا الرب القادر العظيم أن يكفر به سبحانه وتعالى؟ وإذا كفرتم وعصيتم فهل تظنون أنكم مهملون وأنكم لا ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ هل هؤلاء الكفار الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، هل يظنون أن الأمر ينتهي ويروحون فقط؟ لا بد من لقاء الله سبحانه وتعالى، ولا بد من الحساب، ولا بد من الجزاء، مهما عملوا ومهما كفروا ومهما فسقوا فإنهم إنما يحفرون لأنفسهم حفر النار والعياذ بالله، وليسوا بمهملين ولا متروكين، وما الله بغافل عما تعملون. ثم إليه ترجعون، اعملوا ما شئتم من خير أو صلاح، من صلاح أو فساد، من كفر أو إيمان، من شرك أو توحيد، اعملوا ما شئتم فإن مرجعكم إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إليه ترجعون. هذا حق لا شك فيه، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا تذكر الإنسان أنه راجع إلى الله عز وجل فإنه يحاسب نفسه ويقف عند حده ويستعد لهذا اليوم، يوم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إليه ترجعون، هذا تهديد من الله جل وعلا لهؤلاء في أنهم ليسوا مهملين
وليسوا مغفلين ولا تذهب أعمالهم وتصرفاتهم سدى، وإنما هي مسجلة عليهم ومحفوظة عليهم ومدونة في دواوينهم، وسيلاقونها يوم القيامة بين يدي أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، تقول السائلة بأنها امرأة يمنعها والدها من الذهاب إلى العمرة، عمرة التطوع، وهي تخالفه وتأتي ومعها محرم عمره 12 عاما، فما حكم ذلك؟ إذا كانت العمرة عمرة الإسلام وتهيأ لها المحرم، فليس لوالدها الحق في منعها من أداء عمرة الإسلام. أما إذا كانت العمرة عمرة تطوع فإنها لا يجوز لها أن تعصي والدها، لا يجوز لها أن تعصي والدها، لأن طاعة الوالد واجبة والعمرة مستحبة، فلا تعصي والدها وتخرج للعمرة التطوعية بدون إذنه، لا سيما وأنها ذكرت أن معها محرم يبلغ 12 سنة. المحرم يشترط فيه البلوغ، فإذا كان هذا الذي معها قد بلغ سن التكليف يكون محرما، أما إذا لم يبلغ فإنه لا يكون محرما. وعلى كل حال ما تخرج لعمرة التطوع إلا بإذن والدها حتى ولو كان معها محرم. نعم. يقول السائل، هل يجوز لي أن أطلب المساعدة من أجل الزواج؟ إذا كنت تخاف على نفسك، إذا كنت تخاف على نفسك من الوقوع في الفاحشة، جاز لك أن تطلب المساعدة لإعفاف نفسك وإنقاذها من هذا الخطر. إذا كنت لا تقدر على تكاليف الزواج وتخشى على نفسك من الوقوع في الفاحشة أو بالزنا، فإنك تسعى في الزواج وتطلب المساعدة من إخوانك. أما إذا كنت لا تخشى على نفسك من الوقوع في الفاحشة فكونك تصبر أحسن لك حتى يغنيك الله وتتزوج من مالك، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. تقول السائلة بأنها فتاة تقدم لخطبتها شاب ذو خلق ودين، ولكن أهلها لا يرغبون فيه ويريدون أن يزوجوها لآخر متهاون في أداء الصلوات ولا يصلي مع الجماعة، فهل إذا رفضت هذا الخاطب الذي يتهاون في أداء الصلاة يعتبر عقوقا لوالديها؟ لا، لا يعتبر عقوقا لوالديها، حق الاختيار لها هي، ولا يجوز لوالديها أن يجبراها على رجل لا ترضاه في دينه أو في أمانته وأخلاقه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا تقدم للمرأة ذو أمانة وذو دين ورضيت به يجب على وليها أن يزوجها منه، أما أن يمنعها فهذا عضل
هذا هو العضل المنهي عنه. فيجب على الوالد أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يخضع موليته لرغبته هو، وإنما ينظر إلى مصلحتها وموافقتها بمن بالكفء الصالح لها فيزوجها منه. نعم. تقول السائلة: أحرمت وهي حائض، ولما وصلت إلى الحرم دخلت إلى الحرم ثم سعت بنية العمرة، ولما طهرت طافت طواف العمرة ثم قصرت، هل عليها شيء في تقديم السعي على الطواف؟ نعم، لا يجوز تقديم السعي على الطواف، السعي لا يصح إلا بعد طواف، طواف مشروع، فعليها أن تعيد السعي، عليها أن تعيد السعي وأن تعيد التقصير من رأسها، وبذلك تتم عمرتها. نعم. يقول: لدي زوجتين وكنت عادلا بينهما ولله الحمد، وبعد مرور سنوات أصيبت الزوجة الثانية بمرض أقعدها لا تستطيع خدمتي ولا تقوم بواجبات المنزل وغير ذلك، فطلبت منها السماح لي بعدم المبيت وإلا الانفصال، فرضيت بذلك وأدفع لها النفقة والكسوة، هل علي شيء في ذلك؟ لا بأس بذلك، ما دام خيرتها بين أن تبقى في عصمتك وليس لها مبيت أو أن تطلقها فاختارت أن تبقى بدون مبيت فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطلق سودة بنت زمعة طلبت منه أن تبقى في عصمته وأن تهب ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل على رغبتها وبقيت في عصمته وصارت ليلتها لعائشة، والصلح جائز بين المسلمين، فإذا تصالح على هذا باختيارهم وطوعهم الصلح جائز بين المسلمين والحمد لله. نعم. يقول السائل: توفت والدتي وقد تركت مالا وهو لأخي الأصغر، حيث أنها كانت تجمع له من راتبه وهو راتب والدي يرحمه الله، حيث أنها كانت لا تعلم بإخراج الزكاة. نعم. يقول: توفت والدتي وتركت مالا وهو لأخي الأصغر، حيث أنها كانت تجمع له من راتبه وهو راتب والدي يرحمه الله، حيث أنها كانت لا تعلم بإخراج زكاة المال، وتوفيت ولم تخرج الزكاة طوال هذه السنوات مع العلم أن المال ليس بكثيرا، فما هو الحكم؟ هل الذي تجمعه من نصيب الولد هذا أو إن كل اللي يخرج للوالد تجمعه لهذا الولد وهو له ورثة آخرون؟ يحتاج إلى تفصيل، ولكن على كل حال إذا كان هذا المجموع مما يستحقه هذا الولد ومضت عليه عدة سنين وهو يبلغ النصاب إنه تجب فيه الزكاة، تخرج عن السنين الماضية ربع العشر عن كل سنة يخرجها وليه والناظر في أمره. نعم. يقول السائل: نرى اليوم الكثير أو بعض الشباب يحلقون رؤوسهم من الجوانب ومن الخلف تشبها بالكفار، فما حكم ذلك وما دور الآباء وأولياء الأمور في هذه الظاهرة؟ هذا العمل وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه هذا منهي عنه، هذا هو القزع المنهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو اتركه كله، أما حلق بعضه وترك بعضه فهذا منهي عنه وهو القزع، وأيضا فيه تشبه بالنصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. تقول السائلة: أحيانا تنزل منها إفرازات على شكل قطرات بيضاء، هل هذه الإفرازات ناقضة للوضوء؟ نعم،
ما يخرج من الفرج فإنه ينقض الوضوء من إفرازات وغيرها. فعليها إذا أرادت الصلاة أن تستنجي وأن تضع شيئا على المخرج يمنع الخارج أو يمنع تسربه، ثم تتوضأ وتصلي. نعم. يقول: هل تقبيل المرأة ناقض للوضوء؟ تقبيل ومس المرأة إذا كان لشهوة فهو ينقض الوضوء، أما إذا كان لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء على الصحيح. نعم. ما حكم قول هذا الدعاء: يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، وهل هو مشروع؟ نعم، هذا صحيح، المعنى صحيح. الله جل وعلا لطيف بعباده، لطيف بعباده، ولطفه سبحانه وتعالى خفي، وهذا دعاء، والله من أسمائه اللطيف سبحانه وتعالى، فدعاؤه بذلك مشروع الحمد لله. نعم. هل معاملة الكفار بالحسنى تعتبر من موالاتهم؟ لا، معاملتهم بالحسنى إذا كانوا يحسنونهم إلى المسلمين ولم يعتدوا عليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فعلى كل حال، الكفار الذين لم يأتنا منهم إساءة نحسن إليهم بالأمور الدنيوية، بالأمور الدنيوية فقط. أما المحبة في القلوب فلا تجوز محبة الكفار مطلقا، لا المحسنين منهم معنا ولا غير المحسنين، لا تجوز مودة الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لكن الذين لم يسيئوا إلينا أو لهم معروف على المسلمين يكافؤون على معروفهم، وهذا لا يدل على محبتهم، وإنما هو من باب المكافأة فقط. نعم. يقول: هل من كلمة توجهونها لمن يلبس الملابس التي عليها صور للكفار أو الفنانين أو اللاعبين أو ينظرون إليهم نظرة إعجاب وافتخار؟ لبس الثوب الذي فيه صور لا يجوز مطلقا، سواء كانت هذه الصور للكفار أو للمسلمين، لا يجوز لبس الثوب الذي فيه تصاوير أو فيه عبارات من عبارات الكفار التي يمجدون بها أنفسهم أو من يعظمونه منهم، أو شعار من شعارات دينهم، أو صليب من صلب النصارى. لا يجوز لبس الملابس التي فيها هذه الأشياء، لأن هذا تعظيم للصورة وتعظيم لشعارات النصارى، فالواجب على المسلم الذي وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يخلع هذه الملابس ولا يعود إليها ويحذر المسلمين منها. نعم. لأن الكفار يفرحون أننا نعلق صورهم ونعلق صلبانهم ونعلق صور المعظمين منهم، هذا فيه دعاية، هذا فيه دعاية للكفار ولمذهبهم. نعم. يقول: نرجو من أن تبينوا لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا. عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم والترضي عنهم والاقتداء بهم والدعاء لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومحبتهم من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم ويحبونه، وقد ناصروه وجاهدوا معه وآزروه، فيجب تجب محبتهم في الله عز وجل، ويحرم بغضهم أو بغض أحد منهم أو تنقص أحد منهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فمحبة الصحابة علامة الإيمان، وبغض الصحابة علامة النفاق والكفر. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار. فما يغتاظ من الصحابة إلا كافر، ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغتاظ من الصحابة هذا دليل على كفره والعياذ بالله. نعم. ما هي النصيحة التي توجهونها لمن يحب الاستماع إلى الأغاني؟ النصيحة أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن الأغاني تفسد القلب وتورث النفاق في القلب، تزرع الشهوة في القلب، لا سيما وأن غالب الأغاني أو كل الأغاني في الوقت الحاضر كلها مجون وتغزل بالنساء وتطريب، فهي أغاني ماجنة لا يجوز الاستماع إليها. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ولهو الحديث كما فسره جماعة من أكابر الصحابة منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن لهو الحديث هو الغنى، وحلف على ذلك لأنه الغنى. والواجب على المسلم أن يستمع القرآن، يستمع إلى القرآن، يقرأ القرآن هو أو يستمع لمن يقرأ مباشرة أو بشريط، فيكون استماعه للقرآن ويكون استماعه للذكر والمواعظ وما فيه الخير الذي يحيي قلبه وينور بصيرته. أما الأغاني والكلام الباطل فإنه يعمي بصيرته ويفسد قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هل يجوز للمرأة أن تسافر عن طريق البحر بدون محرم لمدة يومين ونصف؟ وهل يجوز لها أن تسافر عن طريق الجو بدون محرم لمدة ساعتين، مع العلم بأن معها أولادها الغير بالغين وهي مسافرة إلى بلدها؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون